في إطار الحديث عما خلفه النظام من دمار في البنى التحتية للبلاد نتيجة القصف العنيف عليها، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً حول المنشآت الحيوية التي دمرت بالكامل في شهر أيلول الفائت، وكان للنظام النصيب الأكبر في تدميرها، إذ استطاع من خلال طائراته الحربية من استهداف 57 منشأة حيوية، بينما كرر تنظيم الدولة استهدافه للمراكز ذاتها 5 مرات مقابل حادثة واحدة نفذتها وحدات الحماية. وبحسب ما ذكرته الشبكة الحقوقية، فإن المراكز المستهدفة هذه توزعت بين 20 مركزاً طبياً و8 مربعات سكنية و11 مركزاً تربوياً و15 من البنى التحتية و13 من المراكز الدينية و4 من المراكز الثقافية. كما كشفت الشبكة أن تلك المراكز لم تحتوي على مقرات عسكرية كما يزعم قاصفوها، سواء قبل أو أثناء الهجوم. تلك الهجمات العشوائية وغير المدروسة عدها القانون الدولي الإنساني هجمات غير مشروعة، وبأن التكرار في استهدافها دون خوف هو دليل صارخ على مدى استخفاف مرتكبيها بأدنى معايير القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي دفع الشبكة السورية لحقوق الإنسان لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام في سوريا بتطبيق القرار رقم 2139 والحد من استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، بالإضافة إلى فرض حظر التسليح شامل على النظام نظراً لخروقاته اللانهائية للقوانين الدولية. إلا أنه وعلى ما يبدو لم يجد حتى اللحظة هذا التقرير وغيره الكثير آذاناً صاغية لإجبار المسؤولين عن هذه الانتهاكات بالتوقف.